بما يتعلق بحملة اللقاح بدينا بها ابتداء من أواخر شهر أوت، لكن يعني الحقيقة تقال بأن الإقبال مازال محتشم، ضعيف وضعيف جدا. هي نسبة اللقاح تختلف من مؤسسة جامعية إلى أخرى، لكن دعني أقول لك بأن النسبة المئوية على مستوى الوطن فيما يتعلق الأساتذة والعمال رانا في حدود 20%. أما بالنسبة للطلبة فالنسبة ضئيلة وضئيلة جدا، ما تجاوزش 4%. إقبال ماهوش يعني إقبال قوي، لذلك نغتنم هذه الفرصة من خلال الحصة نتاعكم باش يعني باش يكون هناك نداء للإقبال على لقاح على اللقاح، لأن هذا هو اللي راح هذا هو الحل حاليا.